مغرم بالقطايف بتمر، والاغلبيه بتحبها بالمكسرات والسكر. عشان نبقى مميزينها، الولاد كلهم قاعدين اهوت. لو عايزه اوريكم كده لمحه، شوفوا بقى اهوت، ادي لولو القمر قاعده، وادي عليا القمر قاعده، ويا السنام على رجلها، وايه وهنشتغل بقى مع بعضينا واخلصها كده وايه واقول لكم اما اجي احمرها. اهوت انا حطيت الزيت على البوتاجاز على نار متوسطه، زيت جديد طبعا، ما اقدرش احط له زيت من بتاع الاليه اللي هو العادي ده علشان ما يطلعش ريحه بصراحه. انا عملت له زيت اللي انا بطبخ بيه. هو كده خلاص اهوت اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ده كله على بعضه ولا من مقسومين؟ لا. العجوه الواحده؟ لا العجوه الواحده. ياسو طلع في التصوير كله. كده وضع عن بعضه بس كده، مسكي كده دي وادي العسل اهو اهو. قلت على مكوناتهم شوية. ممكن تعملي بخير بنعمل قطايف. ادي القطايفة اهيت بدأت تصفر، استوت اهي ما شاء الله. احنا عندنا بقى شوية بيحبوا محمرة قوي، شوية بيحبها لونها ذهبي كده. انا عن نفسي بحبها محمره. بتحبها ايه يا ام يوسف؟ بحبها طريه. الولاد بيحبوها مقرمشه. انا كمان بحبها مقرمشه، انا زي الولاد، انا عيله يا جماعه. اهيت نطلعها اهي. بصوا انا مجهزه لها ايه بقى، المصفى مع السلطانيه، ونقوم نازلين عليها كده زي الشاطرين. العسل طبعا برد، هي سخنه اهيت. بصوا تعالى يا ياسو اهي، سامعين صوتها؟ ثواني يا ياسو اهو. ايه الزيت بيغلي كده؟ خلاص ادي دورة اهوت، هنسيبها شويه كده وبعدين نشيلها كده منه من العسل اهو، عشان ما تضربش عسل وتبقى ايه بتنقط. وادي الجديد اهو، عجوه. ده العجوه بتاع سيف. واهوت ادي القطايف خلاص ما شاء الله، ما خدتش 10 دقايق اهيت في الزيت. بس شفتوا الحركات بقى، الريتال عامله ورده اهيت، حطيناها في النص. دي القطايف اللي هي بالمكسرات والسكر وجوز الهند، ودي القطايف ام عجوه. افتحي لنا بقى واحده ام يوسف كده، واحده من ده وواحده من ده، فاتحه كده يعني اهي. شايفين ام عجوه اهي طريه وحلوه، انا كمان منشفين شويه اهيت في منتهى الجمال. وبالهنا والشفاء على اللي هيعملها واللي هياكلوها، وكل الناس، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. واقول لكم يعني بقى لنا فتره بقى، شوف بقى اللايك وسبسكرايب وكومنت وكل حاجه. يلا واشوفكم على خير بكره بقى في حاجه جديده ان شاء الله. باي باي. لا لا واو.